الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وأجب دعاءنا. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أزواجنا وأولادنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا بركة ليلة القدر، اللهم ارزقنا خير ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر برحمتك يا خير الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن ضدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل يا ربنا وسلم على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.